اعتقل شخصان قريبان من الاوساط السلفيه قرب فرانكفورت في غرب المانيا للاشتباه في انهما كانا يعدان لهجوم ارهابي. نيابه فرانكفورت التي داهمت منزل المشتبه بهما الواقع في مدينه اوبريرورسل الصغيره اعلنت عن عثورها لعبوه يدويه الصنع جاهزه للاستخدام، كما عثرت على ذخائر ثقيله. ويبدو أن المشتبه بهما كان تحت رقابة الشرطة الألمانية منذ عدة أسابيع، حيث تم رصدهما داخل متجر اشتريا فيه كمية كبيرة من المواد المشبوهة والقابلة للاحتراق. المشتبه بهما كان أيضا على اتصال مع شبكة القاعدة.